مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل. صباح الخير. يا صباح النور. استاذ جمعة، سمعنا طبعا بنتكلم انا ودعاء ونور عن مهرجان المالح، ودعاء كانت بتسال نفسها هو ايه المالح، يعني كاماراتيه ما تعرفش المسمى، قالوا لي انه سمكه لكن من اسمها مبين انه هي مالحه شوي. شكلها مالحه كتير. صباح الخير. اول صباح النور والسرور، جزاكم الله خير على الاستضافه، ونحن تحت الامر ان شاء الله تكون عقولتهم نفر المشاهدين. شكرا جزيلا. بنتكلم في البداية عن المالح، تعريفه للناس، يعني الناس اللي ما تعرفوش أو اختلاف أسمائه في الدول العربية. شوفي، هذه الله يسلمش من المهن القديمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن المشهور فيها مدينة ذبا الحصن في موضوع التمليح. اليوم نحن في دولة الإمارات بعض المهن، بعض الأشياء يمكن قادتنا دائما مشددين على موضوع أن المحافظة على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والثقافي، هذا شيء نحن قاعدين نشتغل عليه. اليوم مهرجان المالح هذا يمكن دعم وشراكة من الدوائر الحكومية في مدينة ذبا الحصن، استمراريته للسنة السابعة. أتوقع أن اليوم المالح في يمكن الناس الموجودة في الإمارات جزء منهم بدت عندهم المعلومات هذه، كيف طريقة العمل، كيف يحفظ، أنواع الأكل، أنواع السمك، في بعض المهن الناس بعد ما تعرفها. فمن خلال هذه المهرجانات وهذه الفعاليات فيها نوع تثقيفي، يمكن نوع بعد يروج للحركة السياحية في المدينة، بإضافة إلى ذلك الحركة الاقتصادية تعرفين خلال هذه الفترة. يمكن الأشياء هذه حركة إيجابية تعطي كاملتهم الأمور هذه. صحيح أن اللجنة المنظمة خلال الفترة اللي فاتت اشتغلت شغل طيب، ودليل أن الأقبال والأرقام مرتفعة عن السنوات اللي طافت، هذا ما يمن فراغ، هذا يعني في شغل وفي فريق عمل يمكن عنده الخبرة أو كورزمة قيادة النجاح. هذا الأهم في الموضوع. طيب أستاذ جمعة، حضرتك ذكرت أنه هاي الدورة السابعة صح؟ خبرنا شوي شو بتختلف هاي الدورة عن الدورات السابقة، وشو الأهداف، وهل حمل الطابع جديد؟ شوفي، اليوم نحن نتكلم عن تراث بحر، فلا بد انك على قولتهم تاخذ مقتطفات من الاشياء كلها. اليوم نحن ركزنا على بعض المهن البحريه، ركزنا في جانب تعرفين خلال فتره الصيف في دوله الامارات وخاصه المنطقه الشرقيه، في الارطب، في الهمبه، في الليمون، في هالاشياء، حاولنا بعد عملائنا او زوار المهرجان يحصلوا هذه الاشياء. عملنا ركن للمنتجات الزراعية المحلية مع المهرجان، فهذا يمكن أعطى إثارة وأعطى شيء خلال المهرجان في الأربعة أيام اللي فاتت. ممتاز. بس شفنا كمان دعاء في مهرجان المالح بعض الفعاليات الظريفة ومشاركة جميلة جدا للأسر المنتجة في المهرجان، وسمعنا كمان انه كان او في متحف بحري كان موجود داخل المهرجان بيتفرجوا فيه عن آلات الصيد القديمة. المعلومات دي احنا شفناها على الانترنت او قريناها على الانترنت، وسمعنا كمان من الأسر اللي موجودة في مهرجان المالح الأسر المنتجة اذا كان الكلام صحيح. شوف، المهرجان على الأمانة والتوضيح للجمهور والمشاهدين يحتوي على عدة مشاركات، مش الفنون اليوم طال عمرك فنون الهوازن الشعبية جزء من الفعاليات اللي قيمت في المسرح، في الورش، في المحاضرات، في المسابقات، في الأشياء اللي على قولتهم الندوات، الفقرات الفنية، كل هذه الأشياء كانت موجودة على المسرح. في جانب للطبخ الشعبي أمهاتنا يطبخون، في جانب للأسر المنتجة اللي عندهم البهارات، السمن، الأشياء للجمهور، إضافة إلى ذلك محلات بيع المالح في دوائر حكومية مشاركة. يمكن نحن كبلدية مدينة ذبا الحصن كمشاركتنا
كانت نعرف الناس شو طريقة التمليح وشو الخطوات التمليح، بالإضافة إلى الورش اليومية لعملية تقطيع المالح وكيف هذا. بعد عملنا نحن موضوع الإدلالة، يمكن هذا مسمى إماراتي بعد، يعني كيف يعرض بالطريقة التقليدية بيع السمك للناس، واللي حاب يشتري ما في أي مشكلة. وأمانة كان الجمهور متقبل هذا الوضع، في منهم كانوا يشترون هالأشياء المعروضة للبيع خاصة السمك. طب أستاذ جمعة، قد ايه مهم اصطحاب الأهالي لأطفالهم لمهرجان المالح لحتى يقدروا يتعلموا التراث الإماراتي؟ يمكن الفئة الأولية أو خلينا نقول فئة الشباب أو فئة كبار السن عندهم الفكرة الكافية عن مهرجان المالح وعن المهن البحرية وعن التراث البحري الجميل، لكن الأطفال يمكن فاتهم هذا الموضوع ضمن مظلة التكنولوجيا والتطور الحضاري. قد ايه مهم الأهل يصطحبوا أطفالهم لهيك مهرجانات تراثية لحتى يرجعوا يحيوا فيهم حب التراث الإماراتي؟ شوفي، المهرجان دائما نحط له أهداف، يعني وتحدد فئات العمر اللي أنت تبغى توصل لهم الرسالة. نحن خلال هذا المهرجان وصلنا لكافة فئات العمر، حتى الصغير خلينا نصيب. اليوم الورش التدريبية اللي سويناها اللي يعلم عياله موجودين، الأمهات يسوون المهنة، يلسهم لمدة ساعة ساعتين، على الأقل يوصل له رسالة، فكرة أنه على قولتهم يقدر الشخص هذا أو هذا الطفل يعرف شو الأشياء اللي استوى. هذا من الأشياء اللي نحن قدمناها للأطفال، إضافة إلى ذلك ورش تدريبية، رسومات، مسابقات، طريقة الطبخ، الأكل، الأشياء، في لوحات تعريفية في الأشياء نفسها. إذا أنت اليوم ما حاب تحضر لابد أنك تقرأ، يعني إذا على قولتهم مستعجل. فوق هذا للشباب من خلال مشاركة الدوائر الحكومية تقديم الخدمات الموجودة عندهم، فهذا الخدمات يمكن كأنت مواطن ما تقدر تجي في فترة الصباحية أو مشغول بالدوام، فوجود هذه الدوائر الحكومية تعرف الخدمات، الأشياء، الأمور، الأشياء، يكون في حلقة تواصل بينهم. ما يمكن الفئة الكبار بالسن اليوم يذكرهم بالماضي وإخوانهم وطريقة العمل والشغلات، هذه كانت في متنفس أمانة للجميع من خلال هذا المهرجان. مهرجان. طيب أستاذ جمعة، الصراحة أنا ولا مرة شفت المالح، فلسة الصورة أبداً مو واضحة بالنسبة لي. خبرني شوي كيف بتتم طريقة التمليح، أو كيف أنا بقدر أقول هذا السمك اسمه مالح، وشو هي الطبخات اللي بيدخل فيه؟ شوفي، المالح هو نحن في دبل حصن نملح على عدة أنواع، في نوع الكنعد وفي القباب وفي الصد وفي شو اسمه الخباط، هذه الأربع أنواع المشهورة. يعني أنا قلتهم هي أصلاً يوم بالقدم كانت تستخدم، إن أنا قلتهم كانت كميات السمك زايدة فما يعرفوا طريقة لحفظها عن طريق تمليحها، فهذه كانت من الأشياء القديمة وكانت تباع، خاصة دبا كانت مركز تجاري، يعني أمانة بالقدم كانت مكان تبادل تجارات من الدول المجاورة، فهذه الأشياء اللي قلتهم استمرت. اليوم نحن ياسين من خلال مهرجان نصل هذا العمل الموجود في المدينة. بالنسبة لموضوع الخطوات، اليوم سمكة يومتي المينة، أول شيء نحن كبلدية دبل حصن أمانة يمكن ماسكين ده الموضوع على زمامه لضمان استمراريته ومحافظته على الصحة. حافظ على الصحة من خلال التأكد أول شيء من سلامة السمكة، عقب تقطيعها، ومن ثم تخزينها، تأكد من سلامة التخزين، ومن ثم بعد التخزين تأكد أن توصل للمنتج من خلال وضع ملصقات للمالح، من خلال نوع، من خلال تاريخ تعبئة، من تاريخ الانتهاء. التحديث اللي عملناه نحن كبلدية مدينة دبل حصن في هذا المضمون أني راح تكون في بوكسات خاصة فيها باركود يبين نوع المحل، تاريخ التعبئة، تاريخ الانتهاء، النصائح، وفي حالة وجود أي مشاكل أو اقتراحات أو أمور موجود رقم التواصل. اليوم نحن من خلال اليوم موجود
كل الناس تبيع المالح، لكن اليوم تضمن هل السمكة صاحية، تضمن تاريخ الانتهاء، تاريخ الانتاج. فهذه الأشياء اللي قلتهم حطيناها في عين الاعتبار، وتقدر ترجع لدائرة حكومية مسؤولة. أما اليوم محل تجاري دائما على قولتهم القصد من كل العمل في التجارة الربح، لكن نحن اليوم نقدم خدمات مش نقدم الربح، فهذا الغاية اللي نحن. هذا بالنسبة لنوع الطبخ، هذا على حسب الأذواق، حد يحطيها مكبوس، حد يحطيها برياني، حد يحطيها مشغول، حد يحطيها أقولتهم ماي، فعدة أنواع على حسب الأذواق. طب أستاذ جمعة، خلينا ننصف المالح، بمعنى يعني مثلا إحنا عندنا في مصر شكل للمالح اسمه الفسيخ، وهو أمر تحس إنه هو سيء السمعة، يعني الناس تسمع بس اسمه كده، لا ريحته، لا طعمه، لا إزاي أنا هاكل سمك هي نفس السمكة منا بتكون؟ لا لا. إيه؟ هي نفس نوع السمكة؟ لا أنا بتكلم على الفسيخ، عندنا إحنا في مصر بيقولوا عنه كده، فاهمة؟ إنه إزاي أنا هاكل سمك سمعته سيئة شوي. سمعته سيئة. إزاي أنا سمعته هاكل... لأن اللي معظم الناس ما يعرفوا كيف يحفظوا، فاللي يستخدموا أمانة نسبة كبيرة يكونوا سائر المستشفى. ما هي دي الفكرة بقى. فهذه اللي سلمكم هي هذا. المشكلة إن الناس أحياناً تأكل بدون ما تحس بعمرها، وآخر شيء بعد ما تأكل بعد فترة. هو طعمه لذيذ يعني لدرجه انك تاكله وما تحسش. هو طعمه حلو جدا يعني، مثلا انا عن نفسي انا باكله، يعني انا ممكن اقعد اكل سمكه واثنين وثلاثه بكل اريحيه وانا مبسوطه جدا، ويا سلام على المكونات اللي بتيجي مع السمك ده، يعني مثلا ممكن تاكليه طحينه وعيش، زيت، بصل اخضر، عارفه حاجاته حتى انا بحس بسيطه وسهله. عطش لاسبوع قدام طبعًا. انا هيك طبعًا على المالح بسبب عطش فظيع، لأن دائما الملح يعطش الناس، فنحن حتى كمواطنين نبتعد عنه خلال شهر رمضان. بس عندنا موروث، نحن عادة في أول يوم العيد يكون وجبة العشاء عندنا تكون وجبة المالح. مالح هذا معروف. خلاص عشاء أول يوم العيد فطرنا، بنقدر ضلنا نشرب كل الوقت بقى براحتنا. في خطر في بالي، يمكن هلا أستاذ جمعة مع التلوث البيئي اللي ممكن يصير والتغييرات البيئية اللي قاعدة عم تطرأ على خلينا نقول المناخ والثروة السمكية، هل أثر هذا الشيء على كمية سمكة المالح في محيطات أو خلينا نقول في بحر الدولة؟ أنا بتذكر إنه سمكة المالح كانت أول متوافرة بكثرة، وحتى سعرها كان شيء رمزي، يمكن كان سعرها درهم أو درهمين هذاك الوقت، إلا أنه هلأ يمكن زاد سعرها شوي لأنها قلت نسبتها وقلت أعدادها. كان اسمها قباب بين أو جباب تقريبا صح؟ فأنت شو رأيك بالموضوع؟ هل اليوم التلوث نحن أثر فعلا على أمانة مش التلوث؟ نحن نتكلم اليوم أحد الأسباب التلوث اليوم، حتى الأمانة وجود مغريات، الحرارة، الأشياء، يمكن حتى الآباء والأجداد اللي قبل بدأ بانتقاص، يمكن هذه أسباب ومن ضمنها التلوث. يمكن فعلا الأسعار كانت أول القبابة على درهم ودرهمين، اليوم أقل شيء تحصلها 25-30. فهني الحياة كلها اختلفت. لا تنسي أن حتى الأشياء، الأمور، التكلفة اللي عندهم ارتفعت، خاصة سعر البترول، الأشياء هذه كلها على قولتهم تؤدي لارتفاع السعر. فهي كلها على قولتهم بالنهاية تركيبة تمشي عليها للوصول للأشياء اللي يكتبوها. حمسني أجربه بصراحة. لا أنت لازم تجربيه، وأنا كنت أتمنى يجيب لنا بوكس كده هدية. زين، ما مشكلة، البوكس بيوصلكم ربنا يخليك. لكن الإشكالية كيف هتاكليه؟ استخدام كيف راح تعرفي تاكليه؟ خلينا أهم شيء للطبخ على قولتهم للمالح موجود تحت الأمر. أستاذ جمعة نورتنا وشرفتنا النهاردة، وإن شاء الله يكون لنا زيارة قريبا لمهرجان المالح ونتعرف كمان، أو نروح دبل الحصن ونتعرف على المالح ونأكله كمان، وأعزم البنات عليه. شرفتنا، خلينا نطلع بريك ونرجع. شكرا.